لكل شيء، والجامع لكل شيء، والرازق لكل حي، قدر الرزق المقسوم ووفق الأجل المعلوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، جليل الغيب، وهو على كل شيء قدير. قصم الجبارين ببطشه بعد أمنه، وأسفل على العاصين ستره بمنه، وتكفل بأرزاق البرايا إنسه وجنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما به رضاه، فاتقوا الله وراقبوه، وابتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. واعلموا أنه مما يجب على كل مسلم أن يسعى جادا في طلب الحلال لمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وكل ما لا بد له منه في هذه الحياة، وأن يبتعد كل البعد من اقتراب المحرمات والانغماس في الشهوات والخوض في الشبهات. يا أيها الناس، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ومن اضطر غير طاغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم
وأنه استقام على الطريقة لأسقينا
تشكرون. إن الله سبحانه وتعالى قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أعمالكم. فلن تموت نفس حتى تستكفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأكلوا من طلب. ولا يحملنكم استبطاء رزق على أن تطلبوه بمعصية الله. فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل مقدرا ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يرفعون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فاتقوا الله يا عباد الله. فاتقوا الله يا عباد الله.